ليخاف رأس السواحل دور رئيس في توفير السلامة البحرية بكافة صورها وتنظيم الحملات التوعوية لمرتدي البحر خصوصا في فترة الصيف، وذلك ضمن منظومة متكاملة للشراكة المجتمعية بما يحفظ لهم أمنهم وسلامتهم. تبذل قيادة خفر السواحل جهودا بارزة في مجال الحفاظ على الأمن والسلامة البحرية كجزء من رسالتها السامية وضمن منظومتها الأمنية الشاملة لتأمين البحر وسلامة مرتاديه خاصة مع دخول فصل الصيف. يجب التنويه للأخوة البحارة والهواء بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات العامة قبل عملية الإبحار، كالتأكد من توفير معدات السلامة في القوارب والدرجات المائية، وتكمن أهمية تسجيل السفن البحرية لضمان صلاحيتها في البحار وتوفر معدات السلامة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسهيل عملية التعرف على السفن في حال الطوارئ وعملية الإنقاذ وأهمها جهاز التعرف الأوتوماتيكي. وحول الإرشادات لسلامة مستخدمي الدراجات المائية، فإنه يتوجب عليهم استخدام سترة النجاة وتجنب القيام بالسباقات والحركات البهلوانية ووضع حزام الإيقاف في معصم السائق وترك مسافة آمنة بين الدراجة والسفن، وأيضا عدم الإبحار ليلا لعدم توافر أنوار الملاحة على الدراجات المائية. وفي هذا الإطار تسعى قيادة خفر السواحل عبر حملاتها التوعوية والإرشادية إلى توعية المواطنين والمقيمين من مرتدي البحر والسواحل العامة بأهمية تطبيق إرشادات واشتراطات السلامة. كل الشكر لهم أنهم يتطمنون على سلامتنا، موجودين في كل الأوقات ولله الحمد، إذا بغيناهم في مساعدة لقيناهم. طبعا أنصح مرتدين البحر أن يتأكدون من سلامتهم، يتأكدون إن كان يتأكدون من اللايف جاكيت، يتأكدون من الجهاز، يتأكدون من كل شيء. أهم شيء في السلامة الجسكي هي اللايف جاكيت، لأن لو تطيح على الأقل يكون اللايف جاكيت، يعني حتى لو ما تعرف تسبح يكون إنه ما يعني تتم فوق الماء. هذه أهم شيء. في حلقة الواصل هذه هي تركبها، يجي طريقتين لها، طريقة في الجاكيت لها لوك هني تقفلها في المفتاح، لو مثلا طحت ضربتك موجة أو شيء أو وانت جاي مثلا قابلك طرار صار ويف في الطرار، انت ضربت الموجه طحت من الجيتسكي افتح فيها راح تتم الجيتسكي تشتغل وتمشي. اقدم نصيحه حق مرتادين البحر ان يتعاونون يا خفر السواحل، مجرد ان خفر السواحل تعطيك اشاره ان انت توقف خلاص توقف اليهم، ما يعني تقوم وتتصرف تصرف خاطئ ان انت تتباعد عن خفر السواحل عشان انهم ما يسالونك ولا ياخذون اجراءاتهم معك. إن تعاون مرتدي البحر والتزامهم بالأنظمة والقوانين في اتباع إرشادات السلامة البحرية يمكن رجال خفر السواحل من أداء مهامهم والوصول إلى بيئة بحرية آمنة خالية من المخاطر والحوادث.